أيضا أبو محمد، إن أذنت لنا بالصورة الجميلة بالحديث عنها، الصورة التي وضعتها عبر تويتر وتحدث فيها بأن الفجر الكاذب. وأمانة هذه اللقطة الجميلة التي تعيشنا حتى حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الأذان وكذا، لو توضح لنا هذا الفجر، ماذا نقصد بالفجر الكاذب؟ الله يسلمك. هناك خلاف دائما يحصل بين العامة من الناس أكثر من أنه بين الناس المختصة في هذا الموضوع. فالبعض يتكلم عن الفجر الصادق والفجر الكاذب. فالفجر الكاذب، هذه الصورة عجبتني أنها تظهر ما يسمى عند العرب بذنب السرحان أو اللي هو الذئب. فطريقتها واضحة جدا كيف ممكن تطلع. طبعا عندنا احنا لا يمكن أن نرى بالوضوح هذا، ولكن حبيت التقط الصورة هذه، حبيتها لما التقطت من آيسلند. واضح العمود الضوء هذا اللي يظهر في السماء. أيه. عندنا يظهر عمود منفرش شوية أكثر، هذا اللي يسمونه الفجر الكاذب. طبعا لا يمكن أن ترى بعينك بهذه السهولة، لابد أن عينك تكون مثل ما نذكر دائما تتأقلم، تكون متعايشة مع الظلام. مش أنك أنت جالس بره وطالع التليفون صار لك ساعة بعدين تبحث عن الفجر الكاذب أو الفجر الصادق، لا يمكنك عمل الشيء هذا. لابد أن تقضي عدة ليالي في البر، لابد أن عينك تكون بعيدة عن كل الإضاءة هذه حتى تستشعر بالفجر الصادق من الكاذب. فالفجر الكاذب يظهر مثل المثلث القائم، مثل المثلث في السماء يظهر، بينما الفجر الصادق يظهر لك مثل الضوء مع الأفق بالكامل، تراه يبدأ يظهر مع الأفق متساوي، مش منحدب ومحدب، لا متساوي. هذا اللي هو الفجر الصادق. المدة الزمنية الفجر الصادق يكون 18 درجة، لما تكون الشمس 18 درجة تحت الأفق الشرقي، بمعنى حروة الساعة وثلث وشوي. البعض الآن يعتمد 17.5 درجة، في قطر حسب علمي يعتمدوا 17.5 درجة اللي هي ساعة و22 دقيقة، بينما هي بتكون في حدود الساعة تقريبا و26 ساعة و28 دقيقة، وهذا هو الفارق البسيط فقط اللي موجود. يمكن البعض حتى لو شاهد في بعض الردود رديت وأضفت صورة تظهر تفسير وين الشفق اللي يسمونه الشفق الفلكي اللي احنا نعتمده في صلاة الفجر، زين، عن الشفق البحري، عن الشفق المدني. فحطيت الزوايا، درجات الزوايا كلها بالكامل، تقسيمها بشكل واضح جدا. فهذه من الأمور اللي دائما تعرف لما ندخل في رمضان البعض يبدأ يشكك في صلاتنا، يشكك في الأمساك، يشكك في كثير من الأمور. البعض حتى يقول أنك أنت تقول لي وقت الفجر 10 دقائق قبل موعد الأذان، يخربط بين موضوع الأمساك من باب الاحتياط عن وقت صلاة الفجر. الآن لما يقولون له الأمساك ويقولون له تقريبا 10 دقائق أو 5 دقائق قبل صلاة الفجر، هو ليس إن من باب يعني أن هذا وقت الفجر أنك لازم تمسك الآن، هذا من باب الاحتياط، هذا من باب الاحتياط. الأمساك مع صلاة الفجر اللي هو مع أذان الفجر عفوا، من يبين الخيط الأبيض من الأسود. فالبعض من الناس تشتبه عليه المعلومة. ففي هذه الرسالة إن شاء الله يعني نرجو إن شاء الله أن نكون يعني وفقنا في توضيح المعلومة للناس حتى ما تدخل في موضوع الشك وكثر الكلام اللي ما له معنى. في ختام هذه الفقرة نشكر الشيخ سلمان بن جبر الثاني رئيس مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك على ما قدمه لنا من معلومات وإفادات حول أبرز الأحداث الفلكية المتوقعة بإذن الله خلال هذا الأسبوع، وندعو مستمعينا الكرام إلى متابعة حساب الشيخ سلمان في تويتر وقناة مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك في اليوتيوب، ولمزيد المعلومات يعني حول مزيد من المعلومات في علم الفلك. ونجدد شكرنا للشيخ سلمان بن جبر الثاني، جزاك الله خير.